كيف تناولتم وتدرستم موضوع إعادة فتح الطريق الساحلي الذي لطالما أقفل بعد فتحه عدة مرات؟ بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم. أحييك أخي الكريم وأحيي جميع المستمعين. أما بالنسبة للطريق الساحلي هذا على ما أعتقد أن جميع الإخوة أو جميع المنطقة السكان المنطقة الغربية عندهم علم بكيفية قفل طريق الساحلي. يا أخي الفاضل، نعم، احنا ككتائب أمنية أو مجلس عسكري أو أي جهة تابعة الدولة أمنيا، نعم، ليس لنا علاقة بقفل الطريق. الطريق وما فيه، عندنا أهالي من داخل منطقة جنزور محتاجين احتجاج كلي على فتح الطريق. لماذا؟ عندنا كالآتي. لماذا هم يحتاجون على فتح الطريق؟ فتح الطريق يا أستاذي الفاضل فتح الطريق هذا تسبب لنا بكوارث، والكل يعلم بالكارثة الأخيرة. نقض الاتفاق جميع، احنا مع احترامنا لجميع من قال نعم مع فتح الطريق، احنا مع فتح الطريق، ولكن يجب على الدولة تحمل مسؤولياتها. نعم. جميع من تحمل مسؤوليات فتح الطريق يا أخي الفاضل ولك وللمستمعين ككل، لم يلتزموا بما كتب في الاتفاقية. هل تريد القول سيد صلاح أن لا وجود لضمانات أمنية للمواطنين عند فتح الطريق؟ لا وجود يا أخي الفاضل، لا وجود. تسعة أشخاص عدبوا ونقلوا، أحداهم سائق إسعاف. يا أخي الفاضل، جميع من حضر، حتى الاجتماع الذي حضر بفتح الطريق تنصروا منا. طيب. فكيف نزج بالأبرياء في طريق زي هذه يا أخي الفاضل؟ طيب، في عنوان عريض، يعني ما هو الحل الذي ترتضونه أنتم ويرتضونه أهالي المنطقة وكل من يستعمل هذه الطريق؟ ما هو الحل في عنوان عريض؟ الحل بإذن الله، احنا في جنزور وبإذن الله منبشر أخوتنا بالمنطقة الغربية المتضررين اضطرار كلي من هذه الطريق، وبشرهم بإذن الله ما هي إلا ساعات وبإذن الله ستفتح الطريق. احنا حاليا في اجتماعات ضانية، اجتماعات مع جميع كافة الأطياف، مع مستشارات المجتمع المدني، مع مديرية الأمن، مع سكان المنطقة، مع شباب، مع أهالي حتى المخطوفين. يا أخي بإذن الله ما هي إلا ساعات قليلة، وبإذن الله أبشرك وأبشر جميع المستمعين الكرام وجميع أخوتنا في المنطقة الغربية في ساعات محدودة، وبإذن الله ستفتح الطريق ولكن بكيفية أخرى. ما هي هذه الكيفية سيد صلاح؟ بإذن الله ضمان حقوق المواطنين أكيد كدرجة أولى. احنا يا أخي الفاضل ما عندناش مشكلة، لازم تفهمها ويفهمها أخوتنا في المنطقة الغربية. والله ما قفلت الطريق إلا لضمان سلامة المواطنين فقط. طيب، إذا تؤكد سيد صلاح بأن الطريق سوف تفتح بعد ساعات قليلة؟ بإذن الله وبشرك أنا بإذن الله وبشرك بإذن الله. احنا حاليا قاعد، باش نكون واضح تمام معك، حاليا ما زلنا مستمرين في اجتماعات ضانية. قاعد نقول لك لا، بإذن الله ساعات محدودة، وما بإذن الله خبر يفرح أخوتنا المنطقة الغربية. أشكرك سيد صلاح محمد المتحدث أو ناطق باسم كتيبة فرسان جنزور، كنت معي عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لك.